أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن النجاحات التي توالي مملكة البحرين تحقيقها في استضافة وتنظيم البطولات والفعاليات الرياضية العالمية هي نتاج لدعم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه لقطاع الشباب والرياضة. ونوه سموه بالمقومات والإمكانيات والخبرات التي تزخر بها المملكة والتي أسهمت في تعزيز مكانتها الرفيعة على خارطة التنافسية في التنظيم الناجح للفعاليات العالمية. جاء ذلك لدى تفضل سموه حفظه الله اليوم برعاية حفل ختام بطولة الشرق الأوسط للرجل الحديدي 70.3 البحرين، حيث كان في استقبال سموه لدى وصوله سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب وعدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة من كبار المسؤولين. وتفضل سموه بتكريم أبطال الرجال والسيدات الحاصلين على المراكز الأولى في مختلف الفئات، كما تم تكريم رؤيا السعاتي ومحمد الغيص بحصولهما على لقبي السيدات والرجال في فئة البحرينيين. وأشاد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بما يوالي بذله سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني من جهود حثيثة أسهمت في الدفع بقطاع الشباب والرياضة في مملكة البحرين نحو مستويات أكثر تميزا وتنافسية بما يحقق الأهداف والتطلعات المنشودة لهذا القطاع، منوها سموه بالجهود التنظيمية التي امتازت بها البطولة والتي تجسد الخبرات المتراكمة لكوادرنا الوطنية في تنظيم البطولات والفعاليات الرياضية العالمية. وقال سموه إن الجهود المتفانية التي تبذلها كوادرنا الوطنية من فريق البحرين من مختلف مواقع العمل والمسؤولية والتي تصبو إلى رفعة وطننا وتعزيز مكانته الرائدة في شتى المجالات، ومنها جذب مختلف الفعاليات والمسابقات العالمية وتنظيمها على الوجه الأكمل، هي محل اعتزازنا وتقديرنا الدائم، لافتا إلى أن استمرار فتح المجال أمامهم للمشاركة بفاعلية في تحقيق النجاحات الوطنية ومواصلة العمل على خلق المزيد من الفرص النوعية أمامهم وتعزيز خبراتهم والدفع بإمكاناتهم أولوية دائمة تسخر من أجلها كافة الجهود بما يلبي تطلعاتهم ويعود بالخير والنماء على الجميع. وأكد سموه أن اعتلاء أبناء الوطن على منصات التتويج في مختلف المحافل برهان على ما يمتلكونه من همم وعزائم عالية وطموحات لا حد لها، ونتطلع إلى حصد المزيد منها لتضاف إلى سجلات إنجازات الوطن. كما تم خلال الحفل الذي أقيم في جزيرة الريف تتويج الفائزين في الفئات المختلفة والشركات الراعية واللجنة المنظمة.